السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم مادة الفيزياء للصف الأول متوسط، عندي حل مراجعة الفصل الثالث صفحة 57 و58. هنا عندنا اكتب الرقم الذي في المجموعة ب. الضغط الذي يسببه وزن الغلاف الجوي 3 هو الضغط الجوي. وزن العمود السائل على مساحة القاعدة التي يقع عليها الوزن العمود السائل رقم 7 ضغط السائل الساكن. القوة العمودية المؤثرة في وحدة المساحة رقم 5 اللي هو الضغط. قوة دفع السائل للأجسام المغمورة فيه غمرا أو جزئيا أو كليا ويتجه شاقليا نحو الأعلى هي قوة الطفو رقم 4. وحدة أساسية تساوي N على متر تربيع هي رقم 6 باسكال. اختر الإجابة الصحيحة. أي الأشياء الآتية ليس مائعا؟ الثلج دار. تطفو البواخر إذا جعلنا فيها تجويفا كبيرا بسبب ألف زيادة حجمها ونقصان كثافتها. يلا يعني نروح على صفحة 58. يلا يوم صفحة 58. صفحة 58 يقول 3 تغوص الغواصة عندما تثقل بإدخال الماء إلى مستودعاتها لغرض ألف زيادة وزنها. لبعض المكائن الزراعية والدبابات سرقة حول عجلتها والفائدة منها جيم لتقليل الضغط المسلط على التربة. الضغط على قاعدتنا مملوء بسائل لا يعتمد على مساحة سطح السائل يعني فرع دال. أسئلة ذات إجابات قصيرة. أولا ما سبب نقصان وزن الجسم عند غمره في سائل ماء؟ هنا نقول أقول لأن الماء يؤثر في الجسم بقوة دفع نحو الأعلى وهي قوة الطفو. اثنين يقول لك كيف يمكن للغواصة من تغيير موقعها في أعماق مختلفة من الماء؟ بسبب وجود زعانف فولاذية تسمى جنيحات الغوص تعمل على توجيه الغواصة نحو الأعماق المختلفة. ثلاثة يتطلب عمل ثقبين في العلبة المغلقة المملوءة بالسائل عندما يراد تفريغها. أقول له لدخول الهواء من إحدى الثقبين حتى يساوي الضغط في داخل العلبة فيخرج السائل من العلبة. تفكير الناقد. جسم معلق بنابض حلزوني مرة في الهواء ومرة في الماء. لاحظ ما سبب وجود فرق بين وزن الجسم وما مقدار قوة الطفو. هذه النقطة ألف أن وزن الجسم في الماء أقل من وزنه وهو معلق في الهواء بسبب قوة طفو الماء. با قوة الطفو تساوي وزن الجسم في الهواء ناقص وزن الجسم في الماء. 9.5 ناقص 7.5 يطلع لنا 2 نيوتن. اثنين ماذا يحصل لبالون منفوخ عند نقله من غرفة بدرجة حرارة اعتيادية إلى خارج الغرفة معرض للشمس وداخل ثلاجة؟ أقول لك ألف سوف يزداد حجم البالون بسبب زيادة الطاقة الحركية للجزيئات نتيجة التعرض لحرارة الشمس. نقول ثانيا ماذا يحصل؟ هاي ثانيا خلصناها. ثانيا ألف خارج الغرفة أقول له سوف يزداد حجم البالون بسبب زيادة الطاقة الحركية للجزيئات نتيجة التعرض لحرارة الشمس. با سوف ينكمش حجم البالون نتيجة لقلة حركة الجزيئات بسبب انخفاض درجة الحرارة في الثلاجة. شوفوا راح أخذكم حتى تبين كلها. يلا عيني هذه وهذه شوي ارفع الاستام. شوف شلون بينت زين. هسه عندنا النقطة الثالثة يقول لك لماذا تطفو عليه المشروبات الغير الغازية الغير المحلات الدايت بينما تقتص عليه المشروبات الغازية الاعتيادية؟ أقول تطفو عليه الدايت في الماء لأن كثافته أقل من كثافة الماء. أما العلبة العادية فكثافة المشروب زائد كثافة العلبة تكون أكثر من كثافة الماء فتغطس. هاي النقطة الثالثة. الرابعة يقول لك لماذا توضع حشوة الأسنان بحيث تكون عريضة ومسطحة وذلك لنقل قوة الضغط على الأسنان؟ خمسة يتضاعف حجم فقاعات الهواء وهي تصعد إلى الأعلى لكي تبلغ سطح السائل. ما سبب ذلك؟ لأن وزن عمود السائل يقل كلما صعدت الفقاعات على إلى الأعلى فيقل بذلك الضغط المسلط عليها.